العزومات. هنبتدي بالعزومات الاسريه، عارف اللي هي عزومات تيتا، عشان نبقى صراحه مع بعض. يعني دايما عزومات تيتا دي ليها تحضيرات خاصه، قبلها باسبوعين بتبقى تيتا بتفكر هتاكلكم ايه، وفي الغالب في الاخر بتاكلكم محشي، ورق عنب، ملوخيه، شوربه بطه، مكرونه بشاميل، ما تعرفش ايه دورها في الموضوع، رقاق، ولسان عصفور عشان بقيه الشوربه ما تترميش، وفي كذا كوبايه شوربه كده تتحط عشان في ناس بتحب الشوربه بس فاضي ما تحبش فيها اي حاجه. دي العزومات العاديه. عزومات رمضان بيزيد بس عليها اللي هو مشروب رمضان الشهير، مش فاكر اسمه دلوقتي، ما توجعوش دماغك، ولو غضبوا عليك في يوميها ممكن ياكلوك سمك وانت طبعا ما بتحبش السمك. المهم عزومات تيتا دي لازم ليها فقره كده، لو ما ابتدتش بيها يبقى في حاجه غلط، هي فقره القلش. عارف تلاقي بقى الناس داخله بقى وبتقدم الحاجات اللي هي جايباها عشان ما تخشش بايديها فاضيه ومحدش ياكل وشها، مش عارف احنا جعانين لدرجه ان احنا هناكل وشه، فيبتدوا يقلشوا. وموضوع قلش بقى اللي هو عارف قلش بقى مش قديم، لا هو قلش لو مات فعلا، يعني اللي هو يعني ايه اخبارك، اخباري زي الاهرام، عاملين ايه، عاملين محشي كده اهو، وناس بقى عماله تضحك وانت قاعد يا نهار اسرع عدي اليوم ده على خير يا رب، قاعد عمال تسمع وتقول هم الناس دي بتضحك على ايه. المهم الاكل بينزل، بتاخد طبقك طبعا ما بتعبوش بنفسك، طبعا بيبتدي يعدي على كذا محطه ويبتدي يحطوا لك حاجات كل الاصناف، وتقول لهم انا ما بحبش دي بس هتتحط لك برضو عادي، دوقها يا جدعان ما بحبهاش، ما انا بقالي 20 سنه بدوقها وما بحبهاش برضو، لا هتدوقها عادي خالص عشان تيتا ما تزعلش. تيتا بص هتندك عيب كده، وطول ما انت بتاكل تيتا هتقول لك انا زعلانه منك عشان ما خدتش من دي. طب ما هي تيتا ايه ده بجد، ماشي. طب ودي هي تيتا برضو بصي مستخبيه تحت الرقاق، واول بقى ما الطبق يتحط في كل الاصناف هنا بقى بيبتدي دورك. ما تعرفش بقى انت لسانك ده مش راضي يتمسك جوه، ما تعرفش في حاجه كده غريبه بتحصل، وتروح قايل ايه ان الاكل ده احلى بكتير من اكل مامتك. ساعتها مامتك بتبص لك بصه كده غريبه تبريئه، يعني عينيها بتوصل لقرتها، هنا بتدرك انك هتتعاقب، وهنا العقاب بيختلف، هل انت بقى عند مامتها ولا عند حماتها. انت لو عند مامتها فانت هتتحرم من الاكل لمده اسبوعين، وفي الاسبوعين دول هتسمع كالاتي: مش اكل مامتي كان احلى، مش اكل الناس احلى من بتاعي، طب روح بقى كل من عندهم بس. اما بقى لو حماتها فانت هتقعد اسبوعين على السلم، الاسبوعين دول انت محروم من الاكل، وكل مهام عاديه بتبص لك بصه الذنب. المهم ان انت بعد ما بتخلص الطبق ده بتقول حاجه هي بص عامله زي كده كانك شتمت واحد بمامته، اللي هو انا شبعت. اول بقى ما بتقول انا شبعت هنا بقى بتتوجه ليك نظرات مليئه بالبؤس والحزن والدهشه، اهم حاجه الدهشه، شبعت ازاي؟ لانك ساعتها بتبقى بناسي ان موضوع ان شبعت ده مش قرارك انت، هو ده قرار تيتا اللي قاعدين او اللي عامل العزومه، مفيش حاجه اسمها انت شبعت، هتاكل اللي هو هيحطه لك، فهيبتدي طبقك ده يتملي مرتين او ثلاثه تانيين لغايه ما يفرجوا عنك. المهم لو القعده مزنوقه شويه وانتم مش قاعدين على ترابيزه سفره مثلا، لازم هتمارس ساعتها رقصه المجنونه، عارف؟ دي رقصه المجنونه. عارف بتبقى تتحاول تتفادى الركب اللي وراك وفي نفس الوقت تتفادى الترابيزه، عشان لو ما اتفادتش الترابيزه هتتعور هنا، لو عملت كده هتتذنب. المهم بعد ما تروح تغسل ايديك هتخرج هتلاقي في طابور واقف وراك عشان يخش الحمام بعدك، وفي ناس تانيه جيش جوه في المطبخ بيغسلوا الاطباق. قشطه. انت بقى هتخرج من حظك الحلو هتقابل ايه؟ جوز عمتك او جوز خالتك قاعد بره مستنيك، فانت تروح له تقعد جنبه، فيبتدي بقى يحسس على ظهرك بالطريقه الدائريه ويقول لك عامل ايه يا حبيبي، بقيت في سنه كام؟ تسلو منفصل عن العالم؟ لا يا عم انا بقيت في الكليه خلاص. ايه ده؟ ده انت كبرت عن زمان، ويروح لطشك على ظهرك تحس ان قلبك خرج من بقك، يقول لك انشف وانت في بالك كده عمال تقول الاضافه الشنيعه دي، يعني ايه كبرت عن زمان؟ ايه الراجل ده بيقول ايه؟ بتبص له كده يا عم كبرت. يبتدوا بقى يخرجوا الناس اللي جوه في المطبخ بتغسل الاطباق، ويبتدوا يخرجوا بالحلويات والفاكهه والحاجات دي وتتفرش على الترابيزه، ويبتدي بقى دايما تلاقي في عيال كده اللي هي تحت سن الخمس سنين، تحت الخمس سنين دي بتبقى عيال رخمه بجد، واللي بيجري هنا واللي بيروح هنا واللي بيخش في الزخنوق ده ما تعرفش بيعملوا ايه، ودي اللي عماله تجري يا ابني اقعد هتتعور يا لهوي اقعد يا حبيبي، مفيش طول اليوم كده. والكبار بقى قاعدين عمالين بقى يتكلموا في حكاوي زمانهم، دي الفقره بقى، وهم قاعدين بياكلوا الفاكهه والحلويات واللي بيحبس بشاي ما تعرفش بيحبس يعني ايه دي بس، وانت قاعد كده عمال تبص، هم بقى عمالين يحكوا على حكاوي زمان خالص وعمالين يرجعوا قوي قوي قوي، تحس انهم قعدوا هناك خلاص، وانت شويه بقى وهتقلب على جو زمان فعلا، فانت ساعتها بتاخد قرار مصيري، يا تقعد معاهم يسترجعوا ذكريات زمان، يا الا تروح مع العيال دي تقعد تخلي بالك منهم وتقعد تقول يا ابني هتتعور يا ابني مش عارفه ايه. المهم ان انت بعد ما بتعدي المأساة دي، والواد بقى اللي اتعور والعادي يلحس في صابعه ويمسح فيك وانت قاعد مبسوط اخر انبساط ومش عارف ايه اليوم ده هيخلص ازاي، روحوا ماشيين. هوب بقيت بقى قاعد مع تيتا. تيتا بقى لا لازم اجيب لك تاكل تاني، لا 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 انت شكلك جعان يا تيتا احنا لسه واكلين. لا يا حبيبي ده احنا واكلين بقالنا كتير. ايوه يا تيتا بقالنا دي ساعتين مثلا نص ساعه مش فاكره بس لا هتاكل يا تيتا استني بس لا ما تقوميش لا هتاكل. هتبتدي هتيجي بقيه البطه، ما تعرفش البطه دي ازاي نجت من المعركه بس لسه فيها لحمه، والله العظيم لسه فيها لحمه، هتقعد تاكل. المهم لو انت عايش جنب تيتا هتيجي تخبط عليك تاني، هتجيب لك بقيه الاكل وغالبا هتبقى البطه تاني، نسيبهم ياكلوا هم البط، روح بقى للعزومات التانية اللي هي بتاعتي صاحب ابوك صاحبة امك الحاجات دي. عارف هي العزومات دي بتبقى ليها كذا نوع، يعني في العزومات الطاهرة دي اللي هي ما بيبقاش من وراها حاجة اللي هو صاحبه ومش عارف ايه، ودي قشطة يعني مش هنتكلم عليها. في بقى العزومات اللي هي بتبقى متنمر عليك بيوروك لو انت كبير شويه بيوروك العروسه، عارف ليه ايه رايك يعني بس اللي هي ايه من تحت لتحت، تبقوا قاعدين كده تبقى حاسس ان في جو غريب كده، انت قاعد طبعا مكسوف مش عارف تعمل ايه،
وبرضه نفس الاسئله الغبيه بتاعت جوز عمتك او جوز خالتك، وقعد يسالها لك راجل صاحب باباك وانت مش عارف تعمل ايه ومضطر تضحك على هما بيقولوه عادي خالص. المهم لو هما بيوروك العروسه هتلاقي البنت بقى خارجه من المطبخ ما شاء الله ما شاء الله بتنور وشعرها بقى ومش عارف ايه، وبعدين في الاخر امها تقول لك هي اللي طبخه ده كله، انت كدابه يا حاج انت كدابه. المهم اللي انا ما حضرتش العزومات اللي هي بتاعت اصحاب الابهات والناس دي كتير، فمش عايز افتي فيها ومش عايز اتكلم كتير، فكده الفيديو هيخلص ماشي. تقدروا تتابعوني على الحاجات دي يوتيوب فيسبوك انستجرام، لينكاتها فوق الفيديو تتفرج على الفيسبوك، لينكات وتحت الفيديو تتفرج على اليوتيوب. كان معكم محمد احمد، سلام.